أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين عليكم. معكم نائب رئيس مجلس مقاطعة تبركت. رمضان مبارك عليكم. اليوم تنتواجدوا في المركز الثقافي الفني بالتظاهرة الفنية ديال تجويد القرآن، اللي هذه الدورة 12 اللي كيديرها المجلس كل سنة، ودابا كاينه ان شاء الله غادي يديروا ديك بالنسبة للتكريمات بعد الفعاليين، وكاين الجوائز ديال التجويد ديال القران ديال التلاميذ اللي داو الجائزه الاولى والثانيه والثالثه. دوره 12 المجلس المقاطعه ديال تبركت درنا الاولى والثانيه والثالثه، كل خطره في كنديروها درنا في هوليود، درناها في المركز ديال الثقافي ديال اللي في حي الرحمه، ودابا الان تنتواجدوا بهذا المركز الثقافي اللي ديال في تبركت. العام كنديروا اضافه، كاين خطرات كنديروا دوك الاضافه ديال التلاميذ اللي نجحوا في سميتو في الثانويه ديالهم، في المدارس ديالهم، بالنسبه عاوتاني للرياضه عاوتاني اللي دا بطولات المغرب ولا اللي دا بطولات افريقيا ولا بطولات العرب، كل خطره كنضيفوا هادو. عطيناهم جوائز ماليه نقديه ذاك العام، وعطيناهم جوائز يعني كيسان هدايات وعاد نقديه. يعني تيكيدخل التشجيع ديال الشباب. التشجيع ديال الشباب، ديال المدينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم كامل رضا القاسمي، سن 17 سنه. الحمد لله وبفضل الله تعالى حفظت القران الكريم في السنه الماضيه، والحمد لله تمكنت من الختم ديالو، وهذا توفيق من الله على يد الاستاذه فاطمه بلمشيش وايضا الاستاذ حمزه المرضي، جزاهم الله عني كل خير واحسان. وما ننساش نذكر جميع الاساتذه الافاضل اللي كنت دزت عنهم، والحمد لله تعالى كلهم غيكونوا مشتركين ان شاء الله في خير الجزاء ان شاء الله وفاعلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، سميتي عمران سمينه، عندي 13 عام وكنقرا في الثامن الاعدادي، والجائزه قيمه 20 حزب. كنت ملي كنت صغير كنت كنمشي لهذا القران كنحفظ، والحمد لله كان شويه في الاول، ولكن ملي كتعود عليه تيبقى عادي.
يحفظ القرآن ويمشيش طريق خايبة. السلام عليكم، أنا سميتي أحمد رايا العيوني، كنقرا في السابع إعدادي، حفظ 27 حزب. وأنا في الأول بديت الحفاظة بسبب بابا وماما اللي علموني نحفظ، لولا هما لا ما كنتش هنايا دابا. في الحقيقة أنا ما لقيتش صعوبة في الحفاظة، ولكن أنا بديت كنحفظ عاد مؤخرا، لحقتش أنا إن شاء الله هذا العام سأختم القرآن. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. معكم السيدة لطيفة النعيمي، نائبة رئيس مقاطعة تبركت. أنا جد مسرورة بتواجدي معكم في هذه الأمسية الرمضانية المباركة، والتي تم فيها تتويج العديد من تلاميذ مقاطعة تبركت في مادة تجويد القرآن الكريم. احنا مجلس المقاطعة كيدير يعني كل سنة هاد الإجراءات هذه، دائما كيدير هاد الإقصائيات بالنسبة لهاد البراعم سواء صغيرة ولا كبيرة. إذا هذه الدورة الثانية عشرة اللي كانت عندنا هذه السنة، وحنا هذه الأمسية كتكونوا جد مسرورين بتواجدنا معها. والسيد الرئيس اليوم غاب، وأنا كنت بالنيابة لقيت الكلمة بالنيابة على السيد رئيس مجلس مقاطعة تبركت. يعني درنا إقصائيات في مسجد السودان، حضرها واحد العدد من الطلبة ديال القرآن الكريم، وتم اختيار هاد الاطفال اللي شفتوهم الان، وتم تتويجهم من طرف مقاطعه تبركت. وحنا جد فخورين بهاد البراعم انها تكون في هاد المستوى، وكنتمنوا لهم مزيدا من الاستمراريه والثبات على القران الكريم. واهل القران هم اهل الله وخاصته، نتمنوا مزيدا من التالق لمجلس مقاطعه تبركت، مزيدا من العطاء. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.